حدث تعليق قوي من قبل الصومال. رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البرين: حماس ليست إرهابية بل حركة تحرر إسلامي، ولن نغير رأينا حتى لو قطعوا رؤوسنا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سعودي. وهذا صومالي وحين نقطي ودنكي وكو هذا الهين تبضنا الأسبوع اللي صور دافي وحان ألقى هذا الهي وقحوذي يبونك يشاحن لو عباي ودمد عربتا آذو حان ألقى هذا الهي ودمد إيشا وحان ألقى هذا الهي أفريكا وحان ألقى هذا الهي يوروب ينورث أمريكا انت بأمريكا ميل أن ألقى هذا الهين مالك محاسبي وحاسبي هذا الكلباحة هذا الكي رئيس وزارة حمزة صوابي رئيس وزارة حمزة هذا الكيسو ما با ورور يكتبا وحماش أقول ننتو تارجت كأيو هيد كرايا مفهنتين إن سيدوك سونتين رئيس وزارة وحوجي دي هذا الأدو تاغير أقول علينا رير فلسطين على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 وانا دم فلسطين طب بدنا وحنا كده هاي محنا قصي عربته يدي مش شديدة ميادة نوجين نبقى عليه سلام سلام منو ده لا وضع قف عم مد مسلمين تاخدن واسد هل تشروك على هذه فرتاسكو هذه عدي ذا سيتو أي كحنون تو تشر كورنا كحنون هاي سما هذه عدي كبحدو هذه عدي تاسير أي كاجو ذو تشر كورنا كحنون هذه نواقنا نسرير تاكوري haddii hal qof oo muslimiin wax la yeelana sidoo kale dadka muslimiinta waa inay wada dareemaan inkastoo muslim wanaagsan oo qawi iyo xoogan inuu san adduunyada maanta ka jirin ra'iisul wasaaraha horta waxa ugu darnaayba soomaalida macnaha maxaa la dadyooga kuwan media soomaalida ka shaqeeya ayay waxay ku leeyihiin ra'iisul wasaaraha waxay ka raadinayaan calashaan waxyaaba bitfolis hadalkiisa ama waxbi ay ku suuq tagaan ama macnaha maxaa la gaalada isaga gadaan tusaale kale BBC oo kale waxaan arkaa dhahayso ra'iisul wasaare Xamse oo ku magacaabay Israa'iiliyiinta owlaadda ama caruurta doofaarta iyo eyda ku magacaabay caruurta eyda iyo doofaarta waa yihiin ilaahay subxaana wa tacaala eyi iyo doofaaraha ka dhigay sidoo kale macnaha hadalka intiisa xun رئيس وزارة حمزة علشان إنه قلدين هاي أما هذا المعلم حلا أنشح كفوه وشاجي يكبرنا يعني فهمي سا رئيس وزارة حمزة يري رئيس وزارة حمزة يروح عن يتوح ويري أيضا قرآن وسود السدي مركو إن بدن أيه كهذا لا إن بدن أيه وهذا لي يهود نتد نوع عصا قصص اللي راه وبيجيبا ويو إن هدي ابن آدم عادي وحلاله ومعلم حلا هاي درين اللي يهين أيوة عرور لنا يا هذا نمد هن عرور تمعناه محل عرور تنا اللي وحن يا الواحد قد واحد صار مدري رئيس وزارة حمسة مركم حيوري رئيس وزارة حمسة حيوري هدي قرتنا لقتشم هدي حتى سد كلا سكست نلاه خلص كلي أنا جا كم جنب أنا إن هذا حماس أرجع سما عربتي أنا اللي بودي فلسطينيين تها وبدنا دين با كسيرة ساقة طي حماس أرجع سما حركة حماس ليست منظمة إرهابية حرينة يطلق والحرينة هو إنها حركة تحرير تقاتل من أجل تحرير أرضها دعوني أقول إن حماس ليست مجموعة إرهابية مجاهدين واي ولن نقل كثير من السوق هذا تنزل ضد عرب تيارن هو جدا طعم موت مركز رئيس وزراء عم سوحوها الأسبوع اللي صارنا في قف الدنيا أولا وعن سنوها ملاها كوبرا تدان سعر لها عدكاس وح بدن أي نقلين فهميسي أما قف كي معلم حلا إذا عادي مركز دوبتي سعر لها وحوى والله هذا السامين تيس العرب تيارن هذا اللي بودنا عرب هذا كده يستي هذا سوماليا وديرتي هو عطي سفارة ديه وقيا لأن السفارة دي كم اللي نسمعها ماشان يحوج كويستان فلسطين تحوج كويستان إن يان لقعد على عنور تمر كوري ودن يهود هاجروا ميا وحيكو قبس ذي الحوج ودن كان فلسطينيين عسكلا ودن كأهستان وفلسطين وين أوقاتها مرك ودن كاس فلسطين إل هستو جميسي جهستو جميسي جهستي أنا هو سفارة بكم اللي لكن ودم بدنا بحرين كمتى يوردن أي هو عضي إن معلم حل هاي ولبا حريم وحي كسي دارتاي وحي وجهت واحد والبا وحرير كان عسيو إلا لها دوي جرتي إسرائيل أما معناه محلها هي تويذ ماشي تهيسة فلسطين هيسة ويوجرين
aan wadamo badan marka dhirinaya hadda oo Soomaaliya ku soo dhirinaya way yaaban yihiin wadamada ee Imaaraadka Carabta oo kale war Soomaaliya maxaa ka soo jeeray aan waxa hadda la hadalaya in ra'iisul wasaaraha xilka laga qaadayo oo macna maxaa la mucaarada aad u fudud badan ay ku socoto laakiin cid ku dhiri karta hadda male ninkaas ay to waa hoggaamiye ruuxi ah sida uu ka yahay een hebelka qamani oo Syria oo ka yahay Iran ayuu caawinaya een waa nin aan ku kulansanahay een qabiil uguma soo horjeedo een waa Soomaali oo dhan inay taageersan tahay xilligii farmaajo Muqdisho looga banaabaxay een inay eedo maleena 11 kimaad mise 12 kimaad xasuusta xilli ahade een xilligaas aan joognaa san farmaajo markaas u taageereen Soomaali oo dhan ay ugu midowday ayaan maanta ugu mideysanahay hadii xilka laga qaado ama een Xasan Sheekh oo soo macnaha ninka xaqiisa soo eego insha Allah diilad ma naga dhana banaan bixi doono een gabdhihii carabta ayaa iska soo duubay codkiisa oo leh ninkan waa libaax Al Jazeera soo qaadatay een macnaha maxaa lahay een waxa soo qaatay wakaalado fara badan oo soo qaatay xitaa Washington Post meelo badan aa lagu qoray adiga oo qaarna cabaad ayaanu leeyihiin een macnaha maxaa lahay nin dano ra'iisul wasaaraha asaanu hadlay oo macnaha ra'iisul wasaaraha hadalkiisa ay xumaan ka raadinayaan qaarna dad carbeed waaye oo aad iyo aad ayay macnaha maxaa lahay u taageersan yihiin iyo muslimiinta oo dhan carab kaliya aanan dhihine een marka ra'iisul wasaare Xamse wuxuu ahaa isbuucan ninkii adduunyada oo dhan ugu hadalaynta badnaa qofkii adduunyada oo dhan ugu hadalaynta ba malaha Messi oo hadda Ballon d'Or qaatay isaga ka caansanaayo ka hadalayn badnaa waayo carabta oo dhan ka hadlaysay muslimiinta oo dhan Turkiga meel kasta laga hadlay أحدث تعليق قوي من قبل الصومال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد إبراهيم حماس ليست إرهابية بل حركة تحرر إسلامي ولن نغير رأينا حتى لو قطعوا رؤوسنا رئيس الوزراء والحمزة مرك خاروحو قفك أبو هذا الهين تبطن كنا قجر الصومالي مركو يرادو والا وصلنا علينا ترتيب ساق أبو هذا الهين بناجر الصومالي هذا هو قدبي وإنترناشنال gabadhii maxaa lii jiray horta qaadaysay heesta oo sawaaxiliga iyo wax isku darsan qaadin maca habi sidii oo kale feeran u noqday ra'iisul wasaaruhu insha Allah waa diilaad muxarijeenna ra'iisul wasaaruhu inuu noqdo mid Soomaaliya iyo muslimiinta caalamka oo dhan wanaag iyo macnaha maxaa lahay karti ku hogaamiya mar dhowna insha Allah diilaad Soomaaliya wax weyn waaye adduunyada wax lagu hadlahay Soomaaliya waxaa ka mid tusaale oo kale Soomaaliya iyadoo waxba haysan wadamada reer galbeedka u baahan ayay haddana waxay ku dhiirtay inay yuhuudda eeday soo tiraado way qaldan yihiin yuhuud abnaaul khiridati wal khanaazir ayay waxay gaareen inay ku magacaabaan yuhuudda annagoo yuhuudda annaga noo baahan tahayna waxba calashaan ma samayn kareyno baxrayn iyo urduna hadda bilaabay insha allah hadii raadmo dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay ayaguna kala baxaan sida sacuudiga oo kale sacuudiga iyo imaaraadku waa labada wadan ee loo baahan yahay qatar saddexdaas wadan haddii ay ku dhawaaqaan inay yuhuudda xiriirka oo dhan u jareen iyo wax kasta qof kasta oo ku taageera dhibaatada ay sameynayaan video kalaan ka samayn doonaa laakiin adduunyadii oo dhanaba hadda Israa'iil ka soo horjeedaba marka laga reebo madaxda wadamo gooni ah madax inta hadlaya dadka caadiga maa tusaale oo kale haddaad aragto yurub haddaad maraykanka kale oo aad timaado meel kasta oo madaxdoodu ay ka khudbo ka jeediyaan boorara dadka la istaagayaan oo leeyihiin caruurta falastiin waxay u baahan yihiin difaac muslimiinka ma hadlaya aniga gaalan ka hadlaya dadkooda gaalada aan ka hadlaya aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay dowladda uga hor yimaadeen hadda waxaa yeeraysa uun F Biden meel kasta taal oo Biden oo saana tahay gaalada waxba kama xishoodaan mugta si xun ayuu u caynayaan weli wadankaanito madaxweynaha iyo qof kastoo xilahay si toos aad u cayn kartaa si bareer caay kale kama hadlayo xitaa oo wuxuu cunay iyo waxaa lagama hadlayo caay oo shaqsiyadiisa ilmihiisa wax ka sheegi karaysa waa waxaan inaha macnaha waxaan lahaa horta sax ahayn laakiin haddana way fiican tahay dadku inay sinaadaan haddii madaxiyiin haddii kaleba oo sharcigaas ay ku sinaadaan marka meel walba boora lala taagan yahay oo dadkii Ameerikaanka ay la taagan yihiin oy leeyihiin ciyaalka Falastiin waxay u baahan yihiin difaac lamida kuwa Israa'iil ee taageeraysaan sidoo kale wadankan Mareykanka waxaa ka jira sicir barar baahsan insha allah hadii inaad waxaa soo dhawaan la wadaagi doonaa bidnaal kariim marka adduunyadii kale oo gacanta ka haya oo tabataaba ayaan leeyahay Ukraine
إسرائيل أيوة معناه ناس نوتشن وسمينا عدد كيسينا باهية أنت كويسة تد كم رأيك كها رئيس وزارة حمزة كر الله كي إن شاء الله دي لهم حدي اللي تعبتوا عم حلكي زلا يحضر إن شاء الله صومالي ودن وحنا بلنا إن بناك وصباح بفهمي سين وان رئيس وزارة تاجرنا وان قرب استاجنا وان كقرب استاجنا قرب استاجا وصقنا أمو شيء ولا لهن غير فلسطين وحنا قاعد عرب يا عرب الآن معها ان افريكا ده حياته قف مسلم جوجو ولي وين اقدر انت مالي مسلم جوجو السنغال جوجو ان كان امارات عربت جوجو واسو كان مد وهو مسلم وهو مسلم ان لكن عرب كلمه امام علام حاله يدت خل محانا قسيمه ان وحو دعيان ودكان وحو كجران دبات وكجتا حدنا انفلونسيكا جيد كلها دينا ديريس ما هن وحو قف موقد ان تا مهمه وحيابا غلط كان كديديا ان الدنيا ايديوس كودا اي معناه محله وحسوسار كودا لو داغا خير بان انا في اصحابي رئيس وزراء حمزه كر الله يا ان شاء الله دي لانه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.